انا حطيت الشوربه على السفره اول ما تزعل من جوزها مش عاجبك طلقني. هو انت راجل؟ قتل ولاده وقتل مراته وقتل اخ مراته وقتل حماه وقتل حماه. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. القضية اللي نتكلم فيها النهاردة حصلت في محافظة الفيوم. شيء طبيعي في شهر رمضان كل اتنين متخاصمين. أنا معرفش ايه الجرائم اللي بتحصل في رمضان دي. ده احنا يا جماعة في شهور كده في السنة، يعني حتى أثناء حرب أكتوبر لما كانت الحرب قايمة وزارة الداخلية بتعمل إحصائيات قال لك في شهر أكتوبر ما كانش فيه تقريبا جرائم. الناس لما بيحسوا إن البلد في حالة حرب ولا في حالة مشاكل داخلية والغيره، الناس نفسها بيوقفوا نشاطهم الخارج عن القانون. فما بالك بشهر كريم، شهر فضيل، شهر رمضان المبارك، بقينا بنقتل فيه وبنقتل مين؟ بنقتل ولادنا. هو في حالة الغضب ممكن الواحد فعلا يعمى ويقتل أعز الناس لي، أحب الناس لي، أقرب الناس لي. ممكن الواحد فعلا في حالة الغضب يموت ولاده، اعز حاجه عنده يضربهم بالنار، ويضرب مراته بالنار، ويضرب حماته بالنار، ويضرب حماه في النار، ويضرب اخواتها. ايه هي مجزره؟ تعال نشوف التفاصيل والاسباب. بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاله الحلقه. زي ما قلت لكم الحلقه دي او الجريمه دي حصلت في محافظه الفيوم. وخلي بالكم يا جماعه، انا برنامجي صحيح معني بالجريمه، لكن انا دايما بقدم النصيحه. ما يهمنيش الجريمه تمت ازاي، ولا ازاي اتقبض عليهم، ولا ازاي اصلا الادله حوطتهم، ولا ازاي عينوا مسرح الجريمه، كل ده لا يعنيني. انا اهم حاجه طلعنا بايه من الحلقه، استفدنا بايه لما سمعناه، ازاي نقدر نطلع دروس من المواضيع اللي احنا بنجيبها ونطبقها على حياتنا عشان ما نغلطش نفس الغلطات. مع قضايا الجرائم هي كتير، والصحف في صحف مخصصه بالكامل على الجرائم، وفي برامج كامله بتشرح الجريمه وازاي تم القبض على المتهمين. كل ده ما يعنينيش ولا يهمني. انا اللي يهمني انتوا استفدتوا ايه لما شفنا الجريمه، استفدنا بايه، هل فعلا هنطبق علينا الكلام ده بحيث ما نغلطش نفس الغلطه، ولا هنسمع من هنا يطلع. لازم نستفيد يا جماعه. تعال نشوف في نهار رمضان، الزوجة زعلانة مع جوزها، رجع البيت فين الاكل، الشوربة باردة، هو ده اللي انت عملتيه في رمضان، انت ما بتعرفيش تطبخي، الواحد لازم يتجوز عليكي، الواحد كفر في عيشته. ايه الزوجة قالت له يا عم تهزلي فيا ليه، انا حطيت الشوربة على السفرة وانت عبال ما طلعت من الحمام وغيرت ما بردت، انا هعمل ايه؟ وراحت لما هدومها من غير فطار وخدت ولادها وراحت عند بيت اهلها. تخيلوا ده في اول يوم في رمضان، قعدت عند بيت اهلها يوم اتنين تلاتة. الراجل طبعا شيء طبيعي، اي راجل ما يعرفش يعيش لوحده وبالذات في شهر رمضان، ازاي الراجل هيعيش لوحده في شهر رمضان؟ مين هيعمله الفطار؟ ومهما يكون الراجل شاطر مش هيعرف يطبخ لنفسه، ولو طبخ لنفسه مش هيعرف ياكل، حتى لانه في رمضان اجمل حاجة تقعد انت وزوجتك واولادك، اجمل حاجة في الدنيا. المدفع يضرب، الاذان يؤذن، مراتك تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا اولاد يلا يا حبيب. طبعا ده لو الزوجه بتقول لجوزها كده يعني، وبيقعدوا يفطروا مع بعضهم. القعده بحد ذاتها تشبع الراجل لما يكون صايم، يبص لاولاده حواليه ومراته بيفطروا ويقول الحمد لله رب العالمين. ده بحد ذاته والله اجمل حاجه. فالراجل مهما ياكل لما يجي يفطر لوحده يتفكر ولاده، يتفكر مراته، يتفكر السفره، يتفكر لما يقول لك ناولي لي كوبايه ميه، النبي هاتي غيري لي مش عارف ايه، هاتي عيش، هاتي مش عارف ايه، فين الشاي؟ مره ما يلقى نفسه ما فيش ده كله، فيعمل الراجل حتى لو مش هو اللي غلطان، يقول امري لله اروح اصلح، امري لله انا مش قادر اعيش من غير العيال، امري لله انا مش لاقي لقمه حلوه، ولا لاقي هدمه نظيفه، ولا عارف الجا حتى الجزمه البسها، انا فغصب عنه بيروح عشان ايه؟ يستسمح مراته ويجيبها ويعتذر لها ويراضيها. ده احنا في رمضان شهر الكرم كله.
الزوجه بقى احيانا تقول جوزها ابوها وامها يقول ايه اتجلي اتجلي اعمل لنفس الكرام، ما انت جلبتك عليه دي هي اللي بيخليه يعمل فيكي كده، ما تخليكيش كده يا بنت. مش اول ما يجي تروح تقولي حاضر، قولي مش هروح، قولي طلقني عشان يعرف قيمتك يا عبيط. فالزوجه سمعت كلام امها وسمعت كلام ابوها. جه الزوج راحت كشفاه قدامه بيقول لها يرجع حق عليا، قالت له لا على فكره يا باي، قال لها ايوه يا بني، قالت له بيشرب، قال لها بيشرب، قالت له ايوه، وقلت له يروح مصحه، مصحه ايوه، وبيهرب منها وبيرجع تاني ومش عايز يبطل الادمان اللي هو فيه ده، بيشرب حشيش ده مدمن. تخيلوا واحد رايح يجيب مراته ومراته تكشف سره قدام ابوها وامها وقدام العيال، تقول له ما ابوكم مدمن وبياخد برشام، ابوكم بيدخل روح بمصحة عشان يتعالج وبيسيبها وبيرجع للادمان تاني، عايرته وكسرته قدام الاولاد. ما في بعض الزوجات هو الزوج لما يجي يفضفض يفضفض لمين؟ مين ستره وغطى عليه؟ امه. طيب هي امي عايشه معايا؟ هو الواحد بعد ما بيتجوز بيعيش مع امه؟ ما هي الام هي البير اللي الواحد بيرمي فيه كل اسراره وهو مطمن. طب الام بعيده او الام توفت، مين اقرب واحده ليك؟ مراتك. اجي اتكلم مع مراتي، ده تعبان في الشغل، ده حصل كذا وكذا وكذا، ومديري عمل كذا وكذا، وعارفه صاحبي فلان وفلان بياخد رشاو، واخر مره شفته وهو بياخد من واحد 1000 جنيه وخلصت له مصلحتي، والمدير بتاعنا راجل بتاع ستات، وعارف السكرتيره بتاعته في علاقه بينها وبينه، اهو بيفطر بيتكلم مع مراته. في بعض الستات بقى اول ما تزعل من جوزها بيجي متصله بزميل، عارف صاحبك وحبيبك ده بيقول عليك مرتشي، واخر مره خدت 1000 جنيه من واحد وخلصت له مصلحه، وعارف بيقول على المدير بتاعك ايه؟ انه عليه علاقه بالسكرتيره بتاعته، وانه تيجي فاتحه في كل حته. طب والنبي دي زوجه ايه دي؟ دي ستره وغطى عليك ازاي دي؟ دي ممكن تأتمنها على صلاتك ازاي؟ انت ممكن تأتمنها على تربيه ولادك ازاي دي؟ فراحت فاتحه قدام ولاده وقدام ابوها وامها ان هو مدمن وبيتعالج، ورغم كده بيرجع تاني للادمان. الزوج طبعا انهار وتعب، ليه بتعملي كده؟ ليه بتعملي كده؟ قلت له انا مش هرجع وطلعني. حاول معاها مفيش فايده، راحت قالت له انا داخل. طبعا بيتبب ماشي على نصايح مين؟ المحروسه امها والمحروسه ابوها، لما قال لها اتجلي اعملي لنفسك كرامه، انت كل ما يجي يزعلك ويجي تروح معاه زي المعزه، لو طلعت من عندنا المره دي مش هترجع تاني. الراجل طبعا رجع البيت زعلان، مراته ما رضتش ترجع معاه، ولاده ما رجعوش معاه، صمان عليه نفسه، وفي نفس الوقت كشفت سره وخلته صغير قدام نسايبه وقدام ولاده. المهم قعد يومين ثلاثه كده، والناس قالوا له يا عم روح جيبها، ما كل الستات كده، ما انت عارف يطلع يطلع وينزل على ما فيش، حاول بس تردها بكلمتين. فراح تاني، حظه السيء ان هو عنده سلاح مش مرخص كان رايح ينظفه. احنا عارفين ان في بعض الاسلحة عندنا في البيوت اللي مش مرخصة او حتى المرخصة بنركنها وبنهملها، فبيجي وقت علينا ما بنعرفش نصلحها، لازم تزيد. فكان واخد السلاح بتاعه وموديه عند واحد عمل له زيت السلاح ونظفه له وحشاه له طرجات وقال له زي الفل اهو وشغال. فاستلم السلاح وهو مش في دماغه حاجة، ورايح يزور مراته بعد الفطار عشان يجيبها ويرجعها. للاسف الزوجه شتمت الزوج وكبرت الموضوع قوي، وابتدت ان هي شافت جوزها مرتين يجولها في اسبوع ومرتين بيتحنن عليها. فالستات في ستات من النوع لما تلقى الراجل مدلوع عليها مش بتقدر حاجه زي كده، ده بيشد اكتر وبتحاول تحقق اكبر مكاسب ليها، تديني مصروف واخرج براحتي واطلع براحتي وتشترك لي في النت وعلى الله تكلمني تاني وما تعلوش صوتك علي، انا استحملتك كتير، انا كفايه شايلك انت وعيالك، هو ما فيش غير انت. تفضل دب 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 دب، والراجل بيقول لك تعمل كده ليه؟ اعمل براحتي، مش عاجبك طلعني، هو انت راجل؟ طبعا لما واحد يتشتم بالكلمه دي قدامنا سايبه وقدام ولاده، الزوج فوجئ مره واحده انه راح مطلع السلاح ضرب مين؟ قتل ولاده، دي مذبحه في الفيوم، قتل ولاده وقتل مراته وقتل اخ مراته وقتل حماه وقتل حماته. ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي بيحصل؟ هو احنا في رمضان ولا في شكاوى؟
ايه كميه الدم ده كله؟ ولادك ذنبهم ايه؟ ولادك ذنبهم. قال لك انا كنت بضرب امهم هم اللي جروا. طبعا العيل من دول رغم ان فيهم شاب عنده 12 سنه، العيل لما يلاقي امه واخده طلقه في صدرها شيء طبيعي هيجري عليها، ده ام يا جماعه ودول ولادها. العيال جروا على امهم ضربهم. يا جماعه لازم نعرف اقرب واعز واحن حاجه عند الانسان ولاده. ولاده الزوجه اللي سمعاني دلوقتي وقاعده لازم تستفيد. ما توصليش جوزك للنقطه دي. جوزك ما دام جه عندك ده في حد ذاته اعتذار، حتى لو ما قالكيش انا اسف معنى ان هو ينزل من بيته يجي لغايه عندك ده في حد ذاته اعتذار. هو نازل من بيته عشان ايه؟ هو جاي لك مخصوص ولا جاي لك يعني وكان ماشي من قدامكم بالصدفه؟ ده نازل وجاي لك بيقول لك حقك عليا ارجعي نوري بيتك. خلاص ما قالكيش حقك عليا معنى انه يجي لك لغايه عندك عشان ياخدك، ده في حد ذاته اعتذار. ومفيش زوجه تقول لجوزها وتكشف اسراره قدام اهلها، ومفيش زوجه تشتم جوزها قدام ولاده، ومفيش زوجه محترمه تقتل جوزها قدام الناس. انت اللي وصلتيه كده، مش بقول لك ان هو مش غلطان، لكن انت اصلا اللي وصلت لجوزك كده، مش بنقتلك له الاعذار، لكن انت اصلا ليه تعملي كده؟ اديكي دلوقتي اللي استفدتيه، حضرتك متي وهو اعدام والاولاد مش هيروح حتى جد ولا جد يربيه وجده تربيهم. الاولاد هيتشردوا ويتدمروا، كل ده بسبب ايه؟ اعمل لنفس الكرامه، انت عملت لنفس الكرامه دلوقتي؟ ضيعت جوزك وضيعت ولادك وضيعت ابوك وضيعت امك وضيعت نفسك، وفي الاخر هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.